متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع في المملكة، والتي ستتسم بالأمور التالية: أجواء مستقرة وحارة بوجه عام في أغلب المناطق، مع دخولنا في القسم الثاني من هذا الأسبوع ونهاية هذا الأسبوع يبرز حدثين هامين بشأن الأحوال الجوية. أولهما وهو نشاط في سرعة الرياح السطحية في المناطق الشمالية الشرقية من المملكة، وما يؤدي على أمرين هامين، وهما ارتفاع كبير في درجات الحرارة المتوقعة في الأجزاء الشرقية من المملكة، بالإضافة إلى ازدياد كبير في نسبة الغبار في الأجواء. الأمر الآخر المتوقع هو تأثيرات غير مباشرة للمنخفض المداري، متوقع أن يؤثر على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع نهاية هذا الأسبوع. سنستعرض معكم الآن كيفية تأثير هذه المناطق أو تأثر هذه المناطق بهذه الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى. اليوم الأحد سادت أجواء حارة نسبيا إلى حارة في أغلب المناطق، الرياح النشطة كانت في جدة، درجات الحرارة تقريبا في أواسط الأربعينيات في وسط وشرق المملكة، تتراجع إلى منتصف الثلاثينيات في المناطق الغربية والشمالية الغربية للمملكة، مع يعني ذكر بأن مرتفعات جنوب غرب المملكة انحسرت عليها فرصة هطول الأمطار، تناقصت السحب وبالتالي ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة، بالتالي الأجواء حتى في مرتفعات جنوب غرب المملكة هي أجواء حارة بوجه عام. يوم غدا الاثنين لا تغييرات أساسية ويعني هامة على الحالة الجوية، كما تلاحظون تشابه الحالة الجوية ليوم الأحد، أجواء حارة بوجه عام في أغلب المناطق، وما زالت فرص الأمطار ضعيفة فوق جنوب غرب المملكة، منتصف الثلاثينيات درجات حرارة في شمال غرب وغرب المملكة، وأواسط الأربعينيات في المناطق الوسطى والشرقية، والأجزاء الشمالية تقترب من الأربعين درجة مئوية. يوم الثلاثاء يعبر منخفض خماسيني منطقة بلاد الشام، مما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية الشمالية والشمالية الغربية لتقترب من الأربعينيات في تلك المناطق، تكون في أواسط الأربعينيات في الرياض تقريبا 43 درجة مئوية، أجواء حارة نسبيا في مرتفعات جنوب غرب المملكة تقريبا تصل إلى 32 درجة مئوية في ساعات النهار، في حين يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشرقية من المملكة لتصل إلى حوالي أواسط الأربعينيات 45 إلى 46 درجة مئوية في الدمام. يوم الأربعاء يتوقع المزيد من الارتفاع في المنطقة الشرقية لتصل إلى حدود 48 درجة مئوية في الدمام وسط أجواء شديدة الحرارة في تلك المناطق، 39 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 43 إلى 44 درجة مئوية في العاصمة الرياض. تتراجع درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية بعد عبور المنخفض الخماسيني، تسجل حوالي أواسط الثلاثينيات في تبوك والمناطق الشمالية الغربية، تبقى هناك رياح نشطة في جدة مع درجة حرارة 37 درجة مئوية، في حين تعود مرة أخرى فرص هطول الأمطار بشكل تدريجي اعتبارا من يوم الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. الخريطة التالية توضح يعني ما هو متوقع بسبب الحالة المدارية التي تؤثر على أجزاء واسعة من الأراضي العمانية والتي أثرت على تلك المناطق. يتحرك هذا المنخفض المداري نحو الأراضي اليمنية، بقايا الرطوبة المدارية المرافقة لهذا المنخفض المداري يتوقع أن تؤثر على مرتفعات جنوب غرب المملكة والمرتفعات الغربية من اليمن بشكل ملاحظ عليه أيام الجمعة والخميس المقبلين، مسببة عودة لفرص هطول الأمطار الرعدية في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى وهي تحت المراقبة. هذا ما سنلحظه في الخريطة التالية، حيث تعاود الفرص الأمطار يوم الخميس مع انخفاض درجات الحرارة تصل إلى 29 درجة مئوية فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة، 45 إلى 44 درجة مئوية في العاصمة الرياض، طقس شديد الحرارة ومرهق تقترب من 50 درجة مئوية في المناطق الشرقية من المملكة، 36 في المناطق الشمالية و35 في المناطق الشمالية الغربية. نختم هذه النشرة الأسبوعية بيوم الجمعة، والذي من المتوقع لا يحدث عليه تغيير كبير على الأجواء سوى اشتداد الأمطار الرعدية كما ذكرنا على مرتفعات جنوب غرب المملكة وسط انخفاض لافت في درجات الحرارة. منتصف الأربعينيات درجات حرارة في المناطق الوسطى بما فيها الرياض تقترب من 50 في المناطق الشرقية وسط أجواء مغبرة بسبب نشاط سرعة الرياح، 38 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 37 درجة مئوية في المناطق الشمالية الغربية، و37 في منطقة جدة. إذن هذه هي توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع في المملكة، تحتاج بعض الشيء إلى المراقبة والمتابعة بسبب التغييرات المتوقعة على الأحوال الجوية سواء في المناطق الشرقية من المملكة أو في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. أتمنى لكم أسبوعا موفقا أينما كنتم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.